سمعت كلامنا اليوم لهذا القدر النجس ميسي، يعني أنا استغرب من يشجعه ويحبه. تدرون ماذا قال في لقاء في قناة كاي؟ يقول ليش يصلون التراويح في رمضان هؤلاء المسلمون؟ لماذا يصلون التراويح؟ ولماذا يتركون الطعام والشراب طيلة النهار؟ قال هؤلاء مرضى فلا يشرفني أن يشجعونني. إيش رأيكم؟ إيش رأيكم بهذا النجس القدر؟ نعم الكافر النصراني الخبيث، نعم وتجد يعني شباب المسلمين لما رحم الله يعني يكاد يجن عليه. انظروا ماذا يقول في المسلمين، انظروا ماذا يقول في المسلمين. مثل هذا والله يعني ماذا بارك الله فيكم ينشر بين المسلمين حتى يعلموا نعم هذا الرجل وقذارة هذا الرجل، فلا يتعلقون به ولا حتى يحبون ولا حتى ينظرون لصورته.